ينضم إلينا من كوفنتري شمال لندن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. سيد رامي، بداية، ما دقة المعلومات التي كشفها المرصد عن أنه هذا القصف استهدف مستودع لحزب الله في مطار الضبعة، وماذا عن الخسائر؟ نعم، صباح الخير. والأكثر دقة أيضا بأن المستودع هو في منطقة مطار الضبعة، أي في محيط مطار الضبعة، بالإضافة لتدمير شحنة أسلحة كانت محملة في صهاريج من المفترض بأنها للوقود، جرى تدميرها من قبل الطائرات الإسرائيلية قرب محطة وقود عائدة أيضا للإيرانيين، وحزب الله تقع على بعد بضعة كيلومترات قليلة من مطار الضبعة، أي أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المستودع واستهدفت أيضا الشاحنات أو شحنة الأسلحة التابعة لحزب الله أو الإيرانيين، سميها ما شئت، ولكن بالنهاية هي ليست للقوات النظام أو للجيش العربي السوري بين مزدوجين. بالإضافة لذلك هناك إصابة 4 عناصر من قوات النظام، من عناصر الدفاع الجوي، نتيجة محاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية من قبل عناصر الدفاع الجوي. بالنسبة للمدنيين لا نعلم من هم، ولكن على ما يبدو بأن سانا قد تكون تعتبر عناصر قوات النظام هم مدنيين في هذا القصف الإسرائيلي الذي هو 9 خلال 30 يوم على الأراضي السورية. صحيح. حتى في 2 أبريل شهدنا ضربات أيضا على مطار الضبعة، هل كان يعني يستهدف، هل هذا الموقع يعني نفسه الاستهداف نفسه، وما الذي تحتويه هذه المقار والمستودعات برأيكم؟ نعم، يعني من مطار الضبعة إلى يعني مكان استهداف الشاحنات هناك نحو 7 كيلومترات، كل هذه المنطقة من المفترض بأنها منطقة عسكرية تابعة للجيش العربي السوري بين المزدوجين، بينما الواقع هي تحت هيمنة حزب الله اللبناني، مستودعات تنتشر في تلك المنطقة، هنجارات من المفترض بأنها أيضا مدنية، في بعض الهنجارات هي تابعة للحزب، أي أن هناك هيمنة كاملة لهذا الحزب على تلك البقعة من الأراضي السورية. وما يجري من عدوان إسرائيلي، من قصف إسرائيلي على الأراضي السورية، هو في إطار الصراع الإسرائيلي الإيراني أو صراع حزب الله مع إسرائيل على حساب السيادة السورية وعلى الأرض السورية. أشكرك من كوفنتري شمال لندن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري.